احنا اللي وجهنا الكلام واحنا اللي قلناه يا عبد الله. الكلام والتويتر ده مش صحيح، الكلام ده غلط، واللي بلغه لك يا عبد الله واللي وصله لك وقال لك اكتبه هو ده الارهابي الحقيقي يا عبد الله، وهو ده اللي بيضرك، وهو ده اللي مش بيحبك، وهو ده اللي بيوصل لك المعلومات المغلوطه، لان احنا عارفينك يا عبد الله انت اصلا مش كده، انت اصلا كنت مصلي وكنت ملتزم وكنت بتهم بالناس طول عمرك محترم، وقالك محترمين يا عبد الله، اللي بيوصلوك الاكاذيب دي هم اللي ضللوك وهم اللي ضيعوك يا عبد الله، وهم اللي بيكذبوا عليك. وزي ما الخبر ده كذاب في وسط منطقتك اهو كلها، لا في امن ولا حد هددنا ولا حد اكبرنا ولا خد مننا تصريحات مش بتاعتنا، كل كلمه طالعه احنا اللي قايلينها من جوانا. وانت عارف يا عبد الله احنا اولاد بلد ورجاله ما بنتهددش، بنقول الحق. وزي ما قلنا ان انت كنت كويس وتغيرت يا عبد الله، احنا معترضين على اسلوبك بس يا عبد الله واللي انت بتقوله في حق البلد. انت كده بتصنع ارهاب جوه البلد يا عبد الله، لان في ناس بتستغل كلامك وبتدمر في البلد. احنا يا عبد الله زي ما بقول لك كده احنا قادرين وقاعدين واخواتك عايشين في وسط مننا واهلك في امان يا عبد الله، بس لما عيالنا تتاذى او تتضر هيجي الضرر على اهلك يا عبد الله وعلى اهل ناسك، وده ما ينفعش، وعلى غيرنا وعلى غيرنا وعلى غيرنا. في غيرك يا عبد الله والكلب اللي بعت لك يا عبد الله الكلام ده وصله لك كذاب كذاب. احنا ما فيش حد وجه لنا ولا انتزع مننا تصريحات لا تحت تهديد ولا غيره عبد الله، ويا ريت تكون الرساله وصلتك يا عبد الله.